ألم يعلموا أنه من يحارب الفارس ويعذبهم عذبا وكان دينه وعذابه الخير العظيم يعذب الناهبون عن تنزل عليهم سورة تنبئكم في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهزئون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون عذبنا وباتوا بعدهم من بعد عذبهم منهم وعذبهم بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم عند المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالهم أولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي كانوا أولئك لتمالون في الدنيا أولئك أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم والذين من قبلهم كانوا بهم عادوا فظلوا وكان الله ما سلكهم أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون يعلمون أن تبعهم أولياء عبادي يأمرون بالمعروف وينهون عن المعروف.